السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على كل حبايبي اللي قاعدين دلوقتي بيشوفوا وصفة جديدة من وصفات العيد، صباح الخير على كل حبايبي بقى اللي موجودين معانا هنا بقيادة داجر النهارده، مخرجنا أحمد داجر، صباح الخير عليك يا داجر، صباح العسل عليكم جميعا يا رب. النهارده وصفة جديدة من وصفات العيد، من أكتر وصفات العيد اللي دايما بتسألوا عليها، بتبقوا حريصين جدا جدا إن أنتوا لما تعملوها في البيت ما يجراش فيها أي مشاكل، ما تبصي ما يحصلش فيها حاجة، إنها وصفة غالية مكلفة. النهارده هنشوي مع بعض الفخدة الضاني في الفرن بمنتهى السهولة جدا جدا، بس الخلطة بتاعتها طعمة ريحتها لوحدها طول ما هي بتستوي هتبقى جايبة آخر الدنيا. خلطة حلوة، الفخدة طرية جدا جدا عشان التتبيلة اللي عاملينها بيها، غير كده وكده أهم ما في الموضوع عندي ما فقدتش السوائل بتاعتها ولا نشفت معايا، فده المهم عندي. طيب نقول مقاديرنا وبعدين نشوف الفخدة الضاني هنشويها في الفرن ازاي بمنتهى السهولة. بسم الله. المقادير بتاعتنا عندي فخدة ضاني، أي وزن بقى المتاح عندك اللي موجود عندك، بصل مبشور وطماطم مبشورة، روزميري وزعتر، ملح، فلفل أسود، بهارات، صلصة، خل وزيت. دي التتبيلة الأساسية بتاعتنا. نقولها تاني، خدوا التتبيلة دي وانتوا مغمضين، اشتغلوا عليها كده وانتوا مغمضين. فخدة ضاني، بصل مبشور، طماطم مبشورة يعني حوالي بصلتين مثلا وطماطمتين، روزميري وزعتر، ولو فريش كده حلو كده هيبقى أحلى وأحلى، ملح وفلفل، بهارات، صلصة، وخل وزيت. ومتفقين دايما أي ضاني بشتغل فيه في الشوي لازم يكون فيه خل أو عصير ليمون مع الضاني، بيضيع ريحة الضاني، بيخلي لحمة الضاني ما تتشفش، تفضل طرية على طول معانا. فأي تتبيلات للضاني لازم أدخل فيها عصير ليمون أو خل، وممكن الاتنين مع بعض، ما عندناش أي مشكلة خالص. دي كده التتبيلة الأساسية بتاعتنا. طيب النهاردة أنا هحط تحتيها خضار، هقدمها بالخضار، وعايزة الخضار ياخد من كل البهريز اللي هتنزل من الفخدة. طب الأول الخضار بتاعنا عبارة عن إيه؟ عندي بطاطس وبصل، جزر، طماطم، فلفل ألوان، فلفل رومي أخضر، فصين توم متقطعين شرايح، ومعلقة سمنة. دول هيتبلوا بإيه؟ هيتبلوا بنفس التتبيلة اللي هنعملها بتاعة الفخدة، يبقى هي التتبيلة واحدة، هتبل بيها الفخدة كويس قوي، وهاخد من نفس التتبيلة أطعم الخضار اللي هسويه تحت الفخدة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. كده إحنا قلنا مقاديرنا كلها. أول خطوة هتكون معايا إن أنا أعمل التتبيلة دي أول حاجة، عشان هي دي اللي هطعم بيها زي ما اتفقنا الفخدة والخضار. ونشغل عين البوتاجاز عشان الحلة تسخن. بسم الله. دايما بتسألوا على الفخدة الضاني أشويها إزاي في البيت أو أعملها كده رستو في الفرن إزاي، وخصوصا الناس اللي هتذبح في العيد بتبقى عايزة الفخدة الضاني تعملها بطريقة سهلة غير السلق والتحمير والكلام ده. أحسن طريقة لينا النهاردة اللي هنعمله ده. بص يا ستي، تعالوا بقى إيه نعمل التتبيلة. آدي بسم الله بصل مبشور، ماشي، وإيه تاني؟ طماطم مبشورة بالمية بتاعتها كده زي ما هي. قد إيه الطماطم المبشورة دي في خلطة الشوي بتدي تسكيرة حلوة قوي قوي للخلطة، بتخلي الخلطة واللحمة نفسها مسكرة، ماشي. يبقى كده طماطمتين وبصلتين مبشورين على بعض. وبعدين نحط التوابل بتاعتنا، عدوا معايا، ملح، نزود الملح كده سيكة كده، فلفل أسود، بهارات بالشكل ده، ماشي، وصلصة. مدام إكرام صباح الخير. صباح الجمال يا شفاء. صباح الفل، صباح العسل عليكي. شايفة الفخدة الضاني بتضرب نار النهاردة يا شفاء. أي حاجة من إيديك والله العظيم قلبي. يا شفاء زي العسل يا حبيبة قلبي، ما تحرمش منك. يا رب يخليكي وتسلم إيدك، وكل سنة وأنت طيبة يا شفاء. يا حبيبتي وأنت طيبة وكل حبايبك يا رب طيبين وبخير. يا رب يخليكي، تسلم إيديك يا حبيبتي، تسلم إيديك. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي، أشكرك. صباح الفل عليكي وصباح العسل. يبقى انا كده حطيت البصل المبشور والطماطم المبشوره والصلصه والتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وبهارات. فاضل ايه عندي؟ فاضل هحط شويه روزميري وزعتر، سواء باودر او فريش، بس لو فريش يبقى احلى، بيدي ريحه مميزه كده، وخصوصا والفخده في الفرن بتتشوي بتبقى ريحتها عالميه، ما تقوليش لعدوك عليها. نقطع كده
الروزماري والزعتر. طيب هيجي لنا سؤال تاني بعيد تاني، طب يا شيف انا عندي بودر ما عنديش فريش، ماشي حطي بودر، مش هيقول لا ولا اي حاجه خالص. طب ناس كتير تقول لك انا بحب احط في اي حاجه مشويه جوز الطيب، ماشي بتحبي جوز الطيب حطي، مفيش اي مشكله خالص، احنا ما بنوقفش على حاجه. كده حطيت كمان الروزماري والزعتر، هنحط بقى شويه خل. ابتدت دلوقتي ريحه الخلطه تبان معايا، كل ما هقلب فيها كل ما ريحتها هتبان معايا. حطيت شويه خل كده محترمين بالشكل ده، وبعدين الزيت عشان يدي لمعه حلوه قوي 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 للفخده المشويه كده. ده قوام الخلطه، ونفسي اقول لكم مدير ريحتها بس للاسف انتوا مش شاملين ريحه، انا اللي شم الريح. يبقى كده بصل مبشور، طماطم مبشوره، ملح، فلفل اسود، بهارات، روزماري وزعتر، خل وزيت، مش اكتر من كده بس. وخلصت معانا احلى تتبيله في الدنيا. دلوقتي الخلطه اللي هتبل بيها هنا وهنا جاهزه. هشتغل في ايه الاول؟ هشتغل في الخضار. ازاي بقى هنعمل ايه في الخضار؟ تعالوا نشوف مع بعض. الحله طبعا زمانها سخنت قوي على النار، هحطها تاني على عين البوتاجاز، وبعدين هاخد ايه؟ معلقه سمنه صغيره، لان انا عندي اصلا الفخده لسه هتنزل نسبه الدهون اللي انا مش شايلها خالص. اوعوا تفضلوا تشفوا في الفخده لغايه ما تخلوها لحمه بس، يعني معلش كده يا دغر بعد اذنك عايزه اوريها لحبايبنا انا سايبه فيها نسبه دهون ازاي، مش عاملاها كلها لحم بالشكل ده، كده تنشف منك في الفرن، لكن لما تسيبي نسبه دهون كده بتسيح، ودي بتحمي اللحمه انها ما تنشفش. خلي بالكم من الحاجات الصغيره دي، فلازم تسيبي فيها كده نسبه دهون عشان تفضل الفخده طريه معاكي. كده السمنه سخنت، ننزل بالبصل بسم الله، وعليه على طول شرايح الثوم يتشوحوا الاول مع بعض. مدام ناديه صباح الخير. يا صباح صباح العسل، سعاده واحلى وش خدتي حبيبه قلبي. صباح الفل عليكي حبيبه قلبي. قلبي لازم اكون منضبطه. ايوه هو ده 10 بالظبط، يا ريت الناس كلها زيك يا مدام ناديه والله. لا انا ملتزم على طول والله، حتى ايام شغلي كنت كده. طب والله حلو، هو ده على مكتبي اول هو واحده، ده هو ده بقعد في المكتب. اه والله لا لا جدع والله، النظام جدع. حلو يا حبيبه قلبي، حتى وانت بتطبخي اما تنظمي نفسك وانت واقفه كده ما تحسيش لا بتعب ولا بارهاق ولا باي حاجه. برافو عليكي والله، طبعا كل سنه وانت طيبه وطبعا اهم من الشغل ضبط الشغل. ايوه هو ده، كل كلامك اللي بتقوليه وانت بتشرحي بيبقى مفيد جدا. يعني حضرتك دلوقتي بتقولي ان الدهن ده بالعكس، ده لو اتحرق كده يبقى انت ما ايه يعني ما خسرتيش حاجه من الفخده بالظبط، وبتبقى جوزي كده من جوه وجميله. صح يا حبيبتي صح. وبعدين انا جايبه لك كلام من مدام سهام يا حبيبتي، هي فين وحشانا، وهتتجنن عليكي، بتقول لك مش عارفه توصل لك ليه بس. لا طب والله تجيب لي رقمها، تجيب لي رقمها، قلت لها من عينيا انا هكلمها، قالت لي انت عارفه ظروفي وانا هتجنن على هلول. لا 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 هنكلمها والله، اللهم بلغت اللهم فتحت من عينيا. لا من عينيا مدام سهام دي حبيبتي بجد، يعني اشكرك يا مدام ناديه اشكرك. بصوا يا جماعه، نزلت بالبصل ومعايا شرايح الثوم، قلبتهم مع بعض كويس، وبعدين عود كرفس متقطع قلبته معاهم، كل ده تشويح كده على الناشف كله، مفيش اي سوائل لسه خالص. وبعد كده البطاطس كنت نقعها في ميه عشان لونها ما يغمقش، بصفيها من الميه وهي كمان بنزلها كده عليهم، لا تبلنا لسه ولا حطينا اي سوائل. طيب هنعمل ايه؟ هنفضل نشوح فيه كده في الخضار كله على بعض. ايه لازمه التشويح ده؟ زي ما مدام ناديه قالت لنا ان احنا لما بنقعد نقول كده تكات صغيره ونشرح حاجات بتفيد جدا جدا وانت بتشتغلي في الوصفه. التشويح ده ما بيخليش الخضار تحت الفخده يتهري، يفضل على طول مهما استوى تحت الفخده ومهما خدت وقت في الفرن يفضل ليه شخصيته. تيجي تغرفي الخضار تبص تلاقيه مش مهري معاكي خالص. السر، السر في التشويح ده اهو، بصوا كده ازاي، الله الله الله، يعني لسه ما اتبلش ولا اي حاجه، وريحه الخضار على بعضه كل حاجه مطلعه الريحه بتاعتها، تشكيله حلوه جدا جدا. بصوا الوانه عامله ازاي، الله اكبر عليه. وانا بشوحه بقى كده نبتدي نتبل. هناخد مثلا ايه،
ناخد كده كبشه حلوه، ومن الخلطه اللي احنا عاملينها للفخده هي دي اللي هتبل بيها الخضار. بصوا ازاي، ومش كتير اهي كده الخلطه بتاعه الشوي نفسها، شايفين ازاي اهي، ولا حطينا ميه ولا اي سوائل خالص، هي الخلطه بس. وهتبل وهقلب كده كويس. مدام سهام صباح الخير. مدام سهام صباح الخير يا هلول. صباح الخير، ازيك يا مدام سهام؟ ازيك؟ ازيك يا هلول؟ وحشاني. وانت طيبة. وانت طيبة، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ايه يا هلول ما بتسأليش عني؟ انا مش عارفة. لا والله إيه؟ مش عارفين نوصل لك خالص، وكتير من حبايبنا سألوا عليكي. ما انت عارفة ان انا تعبانة يا هلول. حبيبتي ألف سلامة عليكي يا مدام سهام. الله يسلمك، على كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيبة، وانت طيبة حبيبتي، تعيشي. كل سنه وانت طيبه وكل حبايبك طيبين يا حبيبه قلبي، يا رب. ايه نورتيني. وبشكر مدام ناديه حبيبه قلبي، ربنا يخليكم جميعا ليا، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. اشكرك يا مدام سهام. بصوا حطيت الطماطم في الاخر خالص، يعني بعد ما اديت الخضار تقلبتين رحت نازله بالطماطم، ريحته طالعه عالميه. عايزه احط شويه كمان، طمع في تيست اعلى وطمع في ريحه اعلى. الشكل ده وكفايه دول بقى عشان الفخده، لسه هنتبل الفخده ونقلب تاني اهو. بصوا يعني كنت هقول لكم، عارفين كنت هقول لكم ايه؟ كنت هقول لكم بصوا الريحه عامله ازاي. الله الله، ما تنسوش الثوم المحطوط شرايح ده بيدي ريحه للخضار جميله. بس كده الخضار بتاعنا زي الفل. حطي عليه النار. ايه ده مش هيستوي؟ لا احنا بنشوحه بس، بندبله بس. والتشويحة دي مهمة جدا جدا تاني عشان ما يتهريش تحت الفخدة، لأن الفخدة طبعا بتاخد وقت في الفرن. وهنقول دلوقتي تسويتها كمان، مدة التسوية قد إيه. دلوقتي بقى هندخل في تتبيل الفخدة نفسها. عايزين نشيل كل الحاجات دي من السكة، صح كده يا جماعة؟ نوسع لكم بس ونرجع بقى نتبل الفخدة. يلا بينا، وادي الصينية اللي هشتغل فيها. بصوا صينية حاطة فيها ورق ألمونيوم ورق زبدة في الصينية كده، من هنا كده يا داغر من تحت، وهي دي كده اللي هنعمل فيها الوصفة كلها. هجيب الخضار أفرشه في الصينية من تحت. أستاذة ماجدة، أستاذة ماجدة صباح الخير. صباح الفل والعسل. صباح الهنا عليكي، ازيك عاملة أهلا إيه؟ وسهلا، أهلا بالشيف هالة. حبيبة أحلى قلبي. اسم بنتي. يا حبيبتي ربنا يخليها لك يا رب. تسلم إيديك يا شيف هالة على اللي أنت بتعمليه. الله يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بقول لحضرتك يا شيف هالة، قولي لي الفخدة دي كلها. لا وطي التلفزيون شوية. على عيني حاضر. وطي التلفزيون عشان أعرف أسمعك كويس. اهو وانت كمان تسمعيني كويس. قولي لي الفخده دي تاخد قد ايه كده؟ هنقول بص يا ستي في الفرن. طيب اعرفي وزن الفخده. ماشي. وكل كيلو من الفخده قصاده نص ساعه في الفرن، يعني ايه؟ فلنفرض مثلا الفخده 4 كيلو. يبقى تاخد ساعتين في الفرن. ماشي. الساعتين دول ساعه منهم متغطيه بورق الفويل، يعني نص الوقت متغطيه، والنص التاني مش متغطيه. التانية ابقى شايله الغطا من عندي. تبقي شايله. فانت احسبي شوفي وزنها قد ايه، كل كيلو ياخد نص ساعه في الفرن بالظبط. خلاص. ايوه ماشي كده، وتبقى مستويه وتمام التانية. يا خبر ابيض، دي بتبقى زبده بمعنى كلمه زبده. ربنا يخليك، انا اتعلمت منك حاجات كثيره. يا حبيبتي ربنا يخليك. ده كفايه الفسيخ اللي انا دلوقتي شغاله عليه. الله الله الله. وبعدين بقى ما تجريش ريقنا، احنا في اللحوم دلوقتي. على كل حاجه يا شيف هالة. حبيبتي ربنا يكرمك يا رب، اشكرك حبيبه قلبي. بصوا الخضار عامل ازاي، الله اكبر عليه. طول ما هو متشوح هتفضل الوانه جميله كده زي ما هي، تفضل الوانه كده زاهيه. ماشي. وهروح جايبه شبكه حطاها فوق الخضار اهي بالراحه خالص كده. يبقى حطينا الخضار، وبعدين حطيت الشبكه، وحاطه تحت ورق الومنيوم ورق زبده، كل ده مهم جدا. وبعدين شبكة، أي شبكة عندك، حتى شبك الشوي العادي ممكن برضو تروح تحطيها فوق أي صينية فرن عندك. كده خلاص كل حاجة جاهزة عندي ما عدا الفخدة. بقى عايزين ندخل على التتبيل بتاعها بنفس التتبيلة بتاعتنا. هنعمل إيه؟ أهم حاجة بس الصينية دي لازم تكون
موجودة كده مستعدة معاكي في الأول، عشان أول ما تبل الفخدة أروح شايلها هوب مرة واحدة حطاها على الخضار زي ما هنعمل دلوقتي مع بعض. يلا بينا بقى نشتغل في الفخدة الجميلة اللي عندنا النهاردة دي. نشيل بس كل الجرناشة دي كده هون عشان نعرف نشتغل كويس. زي ما قلت لكم أول حاجة اتعلمناها لما اجي اشتغل في الفخدة ان نسبة الدهون اللي عليها ما اشيلهاش كلها، لازم اسيب فيها نسبة دهون كده بالشكل ده. بصوا ازاي كل الدهون دي اللي هتخلي لي الفخدة تفضل طرية بعد ما تستوي، لحمتها ما تنشفش مني في الفرن. حلو الكلام، حلو الكلام. اروح جايبة بقى الفخدة كده اللي هنشتغل فيها ده ايا كان وزنها، نفس الخطوات نفس تكنيك الشغل هو سكينة بسم الله، واروح عاملة فيها فتحات كده بالشكل ده عشان الخلطة تدخل جوه اللحم نفسه. ماشي، بصوا مفتحاها ازاي من كل ناحية. دي هنا كده كانت هتضحك عليا، ما اتفتحتش كويس اهي كده. جربي كده بصوابعك كده تشوفي اللحم متفتح قد ايه. طيب لو قلبتها على الناحية التانية نفس الحكاية، فين حتة اللحم التخينة او العريضة هنا برضه اروح عاملة كده فتحات كده فيها كده بالشكل ده، وعند العظم كده عشان اي سوائل عند العظم كمان تنزل معايا في الشوي اهو كده. كده انا عملت فيها الفتحات دي، خلاص انا اطمنت انها تستوي كويس وفي نفس الوقت هتاخد التتبيله صح كما ينبغي. هبتدي اتبل على الظهر الاول وهنعرف ليه. اول حاجه هاخد كده بايدك، ما تتبليش ولا بفرشه ولا بمعلقه ولا الكلام ده، لازم بايدك عشان تعملي عمليه التدليك دي وتدخلي التتبيله جوه الفتحات. بصوا اللون الحلو اللي بتاخده، احنا لسه اصلا ما اديناهاش ولا لون حتى شوي ولا حاجه، لون التتبيله بتاعنا والريحه اللي طالعه الجميله دي اهي. بصوا في كل حته كده بالشكل ده، ونحط تاني كده بصوا في الفتحات دي كده اهو، ما تخليش فتحه ما فيهاش التتبيله دي. وعمليه التدليك اللي بنتكلم عليها، في بقى ناس تقولك طب انا بعد ما اعملها كده لازم تقعد يوم في التلاجة. يوم ايه بس؟ احنا طالما التتبيله خدوها بقى ده سر المهنه، التتبيله فيها خل عادي على طول على طول اللحم هيشرب التتبيله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو التتبيله فيها خل انت ممكن تشتغلي بيها على طول وهتطعم وهتبقى زي العسل. خدوا الاسرار دي عندكم، حطي خل وخلاص تمام زي الفل. بصوا ده كده الظهر بتاع الفخده. طيب وهنعمل ايه بقى؟ هروح جايه قلباها. ام ادم اهلا وسهلا. الفل، ازيك يا ام ادم؟ صباحك يا هنا. والله بعد الشر عليكي، سلامه قلبي من الفخده دي. ايه رايك في التتبيله؟ بصي لونها عامل ازاي. تسلمي ايديكي وعينيكي. تسلمي لي يا رب، تسلمي يا قلبي حبيبتي. تسلمي لي، كل سنه وانت طيبه يا غاليه. انت طيبه، يلا عشان لما تعملي الفخده تدعي لي بقى ان شاء الله. عينيا، وهنزل لك التطبيقات على الفيس باذن الله. يا ريت يا ريت، اتمنى والله يا جماعه الله. يعني باذن الله. تسلمي يا حبيبتي. حبيبتي بس عايزه بس ابعت تهنئه لوالدتي ولحماتي ولاخوات جوزي. بمناسبه ايه بقى؟ العيد. بمناسبه العيد. كل سنه وانتم كلكم طيبين. واقول لحماتي ربنا يخليكي لينا ودايما يا رب لمنا كده. يا رب يا حبيبتي، يا رب يا رب يا حبيبه قلبي. طيب انا هفضل بقى ايه اديها كده تدليكه حلوه لغايه ما نطلع فاصل ونرجع بقى نكمل نشوف هنعمل ايه في الفخده، تسويتها ازاي، هنحطها على الخضار ازاي. اطلعوا فاصل وارجعوا لي بالسلامه. فاصل قصير بس اوعى القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني زي ما انتم شايفين كده كنا بنعمل فخده ضاني، هنعملها روستو في الفرن، شوي بسيط وسهل جدا جدا، وحتى المقادير اللي استخدمتها كلها موجوده في البيت وكلها موجوده في مطبخك. شويه خضار، بطاطس على جزر على بصل على عود كرفس على فصين ثوم متقطعين شرايح مش مدقوق،
فلفل رومي، فلفل الوان، وكله خد تشويحه وحطيته في الصينيه من تحت وحطيت الشبكه. وبعد كده التتبيله بتاعت الفخده، طماطم مبشوره وبصل مبشور، روزماري وزعتر، ملح وفلفل اسود وشويه بهارات وخل وزيت ومعلقه صلصه بس، مش اكتر من كده. كلها حاجات كده كده موجوده عندي في المطبخ. ورحت حاطه كله على بعضه، طعمت الخضار بشويه من الصلصه الخلطه بتاعه الفخده، والباقي كله زي ما انتم شايفين بطعم بيه الفخده كويس قوي، لان انا هشيلها دلوقتي بتتبيلتها كده اروح مدخلاها الفرن. اول حاجه لازم الفرن عندي يكون سخن مولع، اعلى درجه حراره عندك من قبل ما تبتدي في الوصفه بتاعتك. لازم الفخده بالخضار يدخلوا على فرن درجه حرارته عاليه جدا ويكون سخن قبلها مش اقل من 10 دقائق ربع ساعه. بعد كده بنتبل الفخده، واهم ما في الموضوع الشرايح الفتحات اللي عملناها دي اهي، بصوا باينه اهي دي، خليكم فاكرين الشكل ده كويس. لازم في كل حته كده في الفخده اعمل الفتحات دي، وبعد كده غزتها كويس قوي قوي بالخلطه اللي عملتها، وهاخدها دلوقتي زي ما هي كده اروح حطها على صينيه الخضار بتاعتنا بعد ما وزعنا الخضار. واهم حاجه عندي تاني في الخضار التشويحه الاولانيه، هاخد كده بصوا بسم الله، ادي الفخده اهي على الخضار كده بالشكل ده ما شاء الله تبارك الله كده، وبعدين نشيل بقى البلانشه دي بسم الله. شايفين الجمال؟ شايفين حلاوة الفخدة وتحتيها الخضار عاملة ازاي؟ وصفة عيد من الدرجة الأولى، يعني أحلى حاجة أنا ممكن أعملها في العيد الفخدة الضاني بالخضار اللي تحتها. نجيبها بقى كده هنا في النص كده. يا جيجي سلام عليكم. يا جيجي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جيجي؟ النون حبيبي كتير. الحمد لله على السلامة يا ستي، زعلانة منك. لا والله معلش ما تزعليش. بصي أنا عايزة أقول لك حاجة. قولي. صحيح أنا مقصرة معاكي في التليفونات حبيبي، لكن عايزة أقول لك مر يوم من غير رؤياك ما يتحسبش من عمري. الله لا 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 يا داغر، لا يا داغر، ده الكلام ده كبير أوي أوي أوي. ربنا يخليك يا على كل حاجة جميلة. ربنا يخليكي يا جيجي وما تحرمش من احلى صباح ليكي يا حبيبه قلبي. ربنا يكرمك وكل سنه وحضرتك طيبه يا حبيبتي. وانتي طيبه جميله، ربنا يخليكي لينا يا رب. تعيشي تعيشي يا جيجي، اشكرك حبيبتي اشكرك. بصوا عملت ايه في الاخر خالص بعد ما حطيت الفخده على الخضار، رحت راجع مطعماها كده بشويه برده من الخلطه، وحطيت على الخضار برده هو كمان من تحت شويه من الخلطه كده. بقى يا جماعه الشبكه دي والخضار من تحت هيخلي كل البهاريز الحلوه بتاعه الفخده تنزل على الخضار تسويه حاجه كده بقى النهارده، يعني عسل عسل عسل. بعد كده لازم اغطيها اساسي معايا بالفويل، كذا طبقه فويل لازم تكتميها كويس قوي، والفرن يكون سخن. باخدها كده زي ما هي، ما بضيفش اي ميه في الخضار يا جماعه، ده الخضار ده لسه هينزل ميته، والفخدة هتنزل السوائل بتاعتها، هتتفاجئي ان الخضار بقى فيه صوص حلو كده بس منه فيه. انا مش حاطة اي اضافات، مفيش اي تدخل خارجي من عندي، هتلاقي الخضار استوى وبقى زي العسل بس مستوي، عمره ما يتهري ابدا زي الصينية اللي قدامنا دي يا داغر. الخضار بصوا الوانه عاملة ازاي، مفيش حاجة فيه دبلت، وفي نفس الوقت مفيش حاجة فيه اتهارت معايا، الخضار طالع معايا لوز اللوز، يعني حاجة كده عسل، واخد كل البهاريز بتاعه الفخده وفي نفس الوقت مستوي سوى محترم. وهرجع اقول لكم تاني بنسوي الفخده، كل كيلو من لحمه الفخده بياخد نص ساعه في الفرن، لو الفخده 4 كيلو يبقى هتاخد ساعتين في الفرن، بغطيها وادخلها ساعتين يبقى عندي اول ساعه متغطيه متبرشمه كويس قوي، احبس كل البخار اللي جوه يسوي الخضار ويسوي الفخده. بعد كده الساعة التانية بروح مطلعاها الصينية بحالها على الشبكة في النص واكشفها، ادي الساعتين اللي هتاخدهم الفخدة في الفرن، ساعة متغطية ومن تحت على صاجة الفرن وساعة على الشبكة مكشوفة، هتكون اتحمرت كمان من فوق بس متحمرة طرية جدا جدا جدا. ما تيجوا كده وداغر جايب لنا الفخدة دي الجميلة دي، تيجوا نشوف كده ايه أخبار لحمتها، ايه مستوية ولا مستوية، زبدة ولا زبدة، تيجوا نشوف مع بعض. تيجي يا داغر نشوف، بسم الله نجيب بقى النية دي كده، تعالوا مثلا نشوف دي، بصوا كده ايه اللي حاصل، بصوا اللحمة
اهي شايفين طالعه عامله ازاي؟ زبده بمعنى كلمه زي. اهي اهي بصوا، واللحمه شايفين لونها من جوه عامل ازاي؟ عسل اهي يا جماعه بالشوكه كده واحنا واقفين اهو على الهواء. جميله 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 ما شاء الله عليها بجد، تستاهل بقكم حاجه كده. لوز العنب يعني مستويه ايه، مش قادره اقول لكم، مش مستحمله. فده كده السوى المظبوط بتاع الفخده. اللحمه بصوا بحط الشوكه بطلعها بتطلع معايا ولحمتها من جوه محمره كده وزي العسل. طريقه التسويه مهمه جدا، الخلطه اللي عملناها مهمه جدا جدا. ممكن اعمل تحتيها رز واقدمها برز ومكسرات زي ما انتم شايفين، وممكن بالخضار، وممكن الاثنين مع بعض. يعني هسويها بالخضار وبرده على البوتاجاز بره على ما هي تستوي، اكون انا عملت شويه رز بسمتي حلو كده وحمصت شويه مكسرات. وجبه حلوه جدا جدا للعيد، هتعجبكم وهتدعوا لي عليها يا رب ان شاء الله. كده وصفتنا خلصت. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني فقره الطبخ عملنا الفخده الضاني الرستو او المشويه في الفرن بمنتهى السهوله، ما خدتش مننا وقت خالص ولا حتى خدت مقادير كتير، كلها حاجات موجوده من البيت وده دايما اللي بنشتغل عليه، اطلع احلى طعم واطلع اكل زي اكل المطاعم بره واحلى وانضف كمان، بس اهم حاجه ما يكلفنيش، يبقى كلها مقادير موجوده في البيت. دلوقتي بقى وصلنا للفقره الطبيه، انا بعتبرها اهم فقره بتبقى موجوده دايما معانا في الحلقه. الفقره الطبيه النهارده برعايه فيتارم جلوبال، ومنورني دكتور هشام عبد الستار استشاري التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي ومؤسس شركه فيتارم جلوبال. ازاي حضرتك يا دكتور؟ قبل ما نتكلم في اي حاجه انا عايزه بس اعزي حضرتك، البقاء لله بجد حضرتك. الحاج عبد الشافي العطار، البقاء والدوام لله. جد دكتور هشام يا جماعه توفى الفجر النهارده، لكن زي ما احنا طبعا عهدنا بدكتور هشام الالتزام، وما يقدرش ابدا ابدا يبقى ملتزم بميعاد وواخد ميعاد وعارف الناس مستنياه وما يجيش، فانا مقدره له جدا جدا بجد الموضوع ده. كان ممكن الحلقه ما تطلعش، كان ممكن ما نطلعش مع بعض، لكن هو عارف يعني التزام وعارف يعني ايه مواعيد، على الرغم من الظرف الطارئ اللي حصل وفاه جده في الفجر، لكن كان في الميعاد موجود وجاي لنا وجايب لنا عروض حلوه قوي للعيد. كل ده علشان بس الناس تدخل العيد وهي مطمنه وتاكل وتعيش حياتها اليوميه بمنتهى الامان وفيتارم جلوبال في ظهرها، مش كده يا دكتور؟ المفروض الناس الفتره اللي جايه دي كل يقول لك ان العيد جاي، فانا ابدا اكل بقى براحتي وازود وبعد العيد اعمل. طب انا ليه استنى بعد العيد؟ طب انا ممكن ابدا من دلوقتي، الناس تبدا من دلوقتي، وحتى احنا كلنا بنقرب على العيد كلنا بنزود العروض بتاعتنا اكتر، بحيث ان احنا ندي الناس يعني احفزه اكتر، اخلي عنده قابليه اكتر. النهارده احنا جايين للناس بعرض، وعلي عرض هديه وثلاث هدايا. يا خبر ابيض. لا لا استنى بقى خلاص يا دكتور، ده انت يعني انت بقى بتقول لهم يلا خشوا بقلب جامد. ده حقيقي. عرضنا النهارده الكورس عليه كورس؟ كورس عليه كورس، اللي هو كبسول ونقط واعشاب. ايوه. الكبسول الاولاني اللي احنا العرض الاساسي اللي هو هيكون قافل للشهيه مدعم بماده البي بي سي اللي بيكسر الخلايا الدهنيه، وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. ونقط بتعلي معدلات الحرق، والاعشاب بتنقي الجسم من السموم وبتحسن وظائف الكبد عشان الحرق عندنا يبقى اعلى. وعليه كورس هديه، كبسول تاني ونقط تاني واعشاب تاني. الكبسول التاني بيكون للنحت وتجميل الجسم، نحت القوام. وبعد كده عندنا نقط بتعلي معدل الحرق واعشاب بتعلي معدل الحرق، وعليه كمان ثلاث هدايا. الجل ايثانول 70%، ده ايثانول 70% وبنركز على دي قوي لانه معقم ومطهر للايد.
وعندنا فيتامين سي ده المهم للمناعه وللبشره. طبعا اللاكتوفيرين زي ما احنا قلنا قبل كده ده حديد وده مقوي عام للمناعه ومحسن للشعر والاظافر. ده دي كده هدايا على الكورس اللي عليه مجانب. اصلا كورس هديه كمان. يبقى النهارده يا جماعه دكتور هشام جاب لنا الكورس الاساسي اللي هو كبسولات ونقط واعشاب، عليهم كمان كورس زيه لنحت الجسم ونحت القوام، كورس هدية مجاني على الكورس الأصلي، زائد تلات هدايا كلهم أجمل من بعض وكلهم محتاجينهم، مش هقدر أفاضل واحدة عن التانية، كلهم محتاجينهم مخصوصا الفترة دي. التلاتة هدية على الكورس، يبقى الكورس الواحد عليه كورس تاني هدية وعليه تلات هدايا محتاجينها، زائد الشحن مجانا والمتابعة مجانا. يعني أنا في رأيي اللي بيحصل ده حاجة ببلاش كده، يعني أنا هتصل على رقم من الأرقام اللي موجودة على الاسترابة على الشاشة، هيوصلني كل الليلة الجميلة دي، هيوصلني الكورس الأساسي وهيوصلني عليه كورس هدية وهيوصلني ثلاث هدايا وهيوصلوني مجانا لغاية عندي، وكمان المتابعة مجانية كأن دكتور موجود تحت أمري في التليفون، أطلب الرقم يا دكتور حصل كذا كذا، طب أنا عايز أعمل كذا، طب نسيت أخد كذا، ألاقي الدكتور ده في خدمتي، ولا بضطر أتصل أحجز ميعاد بعد شهر ولازم الاستشارة أدفع عليها فلوس ولازم أنزل ومش عارفة هسيب العيال فين والكلام ده كله. ده كل ده أنا بعمله وأنا قاعدة في بيتنا مستريحة في وسط ولادي، بخس وباكل اللي أنا عايزاه وبعيش حياتي اليومية، وبتجيلي هدايا وبيجيلي الشحن مجانا وبيجيلي متابعة مجانا. يعني فعلا زي ما بقولكم كده، هي حاجة ببلاش كده، حطوا دايما الجمله دي قدامك. الكورس ده كمان له استعمالين، احنا ممكن نستعمله مضغوط، يعني انت فضلك عيد 4-5 ايام على عيد، طب انت ممكن تخس فيهم، ممكن 3-4 كيلو، ممكن نكمل بقى كده في اسبوع العيد وهنشرح الناس تاكل ازاي دلوقتي. بدل ما اسيب نفسي ان انا جسمي يزيد، لا انا ابدا من اول دلوقتي وابدا ان انا اعمله تحميص، سواء ان انا اشتغل بيه مكثف او اشتغل بيه على شهرين اتنين. طب ناخد اسماء على التليفون. اسماء اهلا وسهلا. عليكم السلام، ازيك يا اسماء؟ انا شيماء مع حضرتك. شيماء ازيك يا شيماء؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ عامله ايه؟ بخير يا حبيبتي، فضل ونعم والله. سلام حضرتك طيبه حبيبي، وانت طيبه. تسلمي. تسلم ايدك طبعا على الحاجات اللي حضرتك بتعمليها كلها، يعني ربنا يخليكي يا حبيبتي، يجعله عيد سعيد علينا جميعا. ربنا يخليكي بالبيت والله، ومتابعينك على طول. ربنا يخليكي يا شيماء، نورتيني يا حبيبتي. تسلمي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. ممكن اكلم دكتور هشام؟ اتفضلي دكتور هشام معاكي، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير وصحه يا فندم. طبعا انا بشكر حضرتك وبشكر شركه بي شارم، لان هم ما شاء الله فعلا قد الكلام اللي هم بيقولوه. انا جايبه الكورس ده من 4 شهور وخسيت عليه 25 كيلو. ما شاء الله، حلو قوي. ومامتي برضو جبت لها الكورس معايا وخسيت 19 كيلو. طب انتوا خدتوا الكورسات مع بعض يا شيماء ولا انت الاول ابتديتي بيه؟ لا لا، انا وماما خدناه مع بعض. ابتديتوا مع بعض انتوا الاثنين. انا حلوة وماما خدنا مع بعض. روح حلوه بقى، روح منافسه كده بينكم بقى. طبعا ده مش انا بس، كمان واختي واصحابي حلو قوي. عايزه اقول لك دلوقتي بقى في اختلاف كبير، الناس بتوقفني بالشارع اصلا، الجيران ازاي عملتي كده يسالوكي بقى يقولوا لك ايه الحلاوه دي يا شيماء، احلويتي كده ازاي؟ اقول لهم انا خسيت واحلويت. صح كده حبيبه قلبي؟ ايوه صح كده. طبعا انا بذكر الفريق الطبي كله طبعا، وخصوصا الدكتوره نهى يوسف، انا بتابع معاها بصراحه الله. كل الشكر والتحية للفريق الطبي. اي سؤال بيردوا عليا، اي استفسار بيجاوبوني عليه، ما بيتضايقوش في اي وقت، انا بارن يعني لو محتاجه اي حاجه. صراحه يعني انا بشكر الشركه يعني كتير، يعني والله ما شاء الله عليهم يعني. ويا ريت اي كل اللي هو محتاج ان هو يخس يجرب بجد. طب يعني ما انا كنت لسه اقول لك بقى ايه كام سؤال كده. اول حاجه يا شيماء، في اي حاجه ضايقتك انت او والدتك في الفتره اللي كنتوا بتاخدوا فيها الكورس وبتخسوا فيها؟ يعني في اي اعراض جانبيه ظهرت؟ حاجه تعبتك؟ حاجه ظهرت جديده؟ دوخه؟ رعشه ايدين؟ لا 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 ولا اي حاجه، بالعكس انا ماما اصلا مريضه ضغط وسكر. الف سلامه ما شاء الله عليها دلوقتي، يعني تعتبر الضغط والسكر متظبطين معاها، والحركه خفت معاها، لو ما كنتش تدوس على رجليها اصلا دلوقتي. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديها الصحه. لا الحمد لله تمام. لا الحمد لله ما فيش اي اعراض جانبيه ولا اي مشاكل. حتى انا جبت لابني عنده 12 سنه برضه، ولسه جايبه له، يعني ما فيش اسبوع لسه بيجرب فيه، حبيت اجيبه له قبل العيد كمان. حلو قوي، عشان تدخلوا العيد بقلب جامد بقى يا شيماء. ايوه تمام تمام ان شاء الله. اشكرك يا شيماء وربنا يديك الصحه والعافيه انت والوالد. بصوا يا جماعه، شيماء انا يعني كنت قصدي ان انا اسالها السؤال ده، ظهرت اي اعراض جانبيه؟ في حاجه ضايقتك؟ بتقول لك العكس تماما، كل اللي ما شاء الله بياخدوا الكورس كورس فيتارم وبنسالهم السؤال ده بتكون اجابتهم لا بالعكس، ده انا حركتي، شوفوا الكلمه اللي قالتها، حركتي اتحسنت، والدتي ما كانتش بتقدر تدوس على رجلها، بقت دلوقتي تقدر تدوس على رجلها، لان في حمل
خف من على جسمها، مش كده يا دكتور؟ واحنا حتى كمان بنحاول نوضح للناس بالمداخلات اللي بتيجي، دول كلهم بيبعتوا لنا على الصفحه انهم خسوا كميات كبيره. الحالات اللي احنا بنجيبها الصور معانا برضو بنحاول نحمس الناس ونوصل لهم ان الحكايه سهله مش صعبه. حتى الكورس بتاع النهارده ممكن يتاخد لواحد او ممكن اتنين ياخدوه، لان انا عامل الكورس ده النهارده انا بحاول اديك ارخص حاجه واكتر حاجه وافضل حاجه على قد ما اقدر قبل العيد. الناس بتسيب نفسها جدا قبل العيد، يقول لك انا داخل على عيد، طب انا داخل على عيد ماشي، انا برضه ما اسيبش نفسي الوزن يطلع مني بالصوره دي. حتى لو فاضل اربع خمس ايام من دلوقتي، لو بدات من اول النهارده معانا هتلاقي الكورس معاك تبدا فيه على طول من اول بكره، بتلاقي الاربع ايام دول جايوا معايا 3 4 كيلو. ان انا ممكن في اول اسبوع احنا التارجت بتاعنا 5 كيلو فيما فوق، والاوزان الكبيره ممكن 7 و 8 كيلو اول اسبوع. التارجت بتاعنا الكورس ده انا عامله عشان يجيب معانا من 15 ل 20 كيلو. كورس مكثف، مديك كبسوله فيها ماده البي بي سي اللي بتخش على الخلايا الدهنيه وبتكسرها وبتفتتها وبتصرفها. عن طريق الدوره الدمويه وعن طريق الباور بتاع النفس. يعني هل تعرف ان احنا عشان نتنفس بس وظائف الحيويه تشتغل بنحرق حاجه اسمها كالوري؟ بناخد منين الكالوري ده؟ بناخد من الدهون. فاحنا الكبسوله بتاع الاورانيه اللي هي قفل للشهيه المدعمه بماده البي بي سي بتكسر الخلايا الدهنيه دي وبتخلق باور للناس. عشان كده بنلاقي تعليق دايما بيقول لك ان انا اول 3 ايام النوم عندي قليل، ما اعرفش انام كويس. ليه بقى يا دكتور؟ لان الجسم عندي فيه باور غير طبيعي، الحرق عندنا عالي، فالواحد يحس ان هو هايبر اكتف كده، ان هو جسمه بيشتغل اكتر من اللازم. مثلا لو ست بيت عايزه تقوم وتشتغل وتروح وتيجي، نفسها كويسه جدا جدا مع الحاجات اللي احنا بنديها او مع الكورس، وبالاخص مع الكبسوله الاورنيه. بخش ادعم بالكبسوله الثانيه. عشان كده انا بقول للناس اللي يجي يقسم ما ياخدش الكورس على ما يقسمش نوع ونوع، لا يقسم كل نوع، كل نوع واحد يتقسم عليك نور عشان نشجعه بعض. لو اثنين اخوات، اثنين صحاب، وراجل ومراته، ست وبنتها، اب وابنه، حسب ما يكون موجود. ولو واحد عاوز ياخده على شهر واحد حسب حالته الصحيه، لو هو صحته كويسه والفريق الطبي رشح له ان هو ياخد الاثنين مع بعض يجيب معانا رقم كويس. طب الفريق الطبي قال له لا ممكن تمشي بالراحه، بيجيب معانا كميات بودره. زي مثلا الصوره اللي هنشوفها دلوقتي كده، يعني الصوره دي صوره حاله الحاجه بهيه دي كان وزنها 195 وصلت معانا لغايه 85، نازله معانا 110 كيلو. باين جدا الفرق، يعني باين ما شاء الله عليها. 110 كيلو قعدت معايا حوالي 8 شهور بس قعدت 110 كيلو. احنا بنتكلم برضو ان الرقم ده في بعض العمليات ما تعرفش تجيبه. طبعا والحاجه كمان كان عندها مشاكل صحيه تانية في الضغط ومشاكل في الخشونه في الركبتين والام في الظهر وانزلاق غضروفي، والحمد لله ربنا عافاها جدا. الظهر عندها استريح جدا، الركب عندها عشان الخشونه لما الوزن خف عنها جدا، ضغطها اتظبط، الحاله الصحيه بشكل عام بقت افضل. وكان اكبر مشكله معاها حته الشهيه، كانت دايما تقول لي انا باكل كتير. فركزنا معاها قوي على حاجه قفل الشهيه عشان ندي ريسبتور داخل المعده ان احنا المعده عندنا مليانه، تبعت اشارات للبرين ان احنا المعده عندنا مليانه، فينزل هرمون اسمه هرمون الليبتين. الشبع اللي هو هرمون الشبع ده اسمه هرمون الليبتين. ده الهرمون اللي بينزل بيحسس ان المعده مليانه، هي مش مليانه بس المخ خد انطباع على انها مليانه، فخلاص انا مش ما عنديش حته الجوع. عشان كده احنا بنقول للناس اوعى تسيب نفسك لعدم الجوع، ان انا مثلا ما افطرش، ما اتغداش، ما تعشاش، ما تعشاش، لا. الناس تركز ان احنا عندنا ثلاث مصادر للطاقه. المصدر الاولاني البروتين، اللحوم اللي احنا ناكلها في العيد، فاخده كده الدنيا الحاجات الحلوه دي ماشي، نحاول ما نزودش فيها قوي، لان احنا زودنا في البروتين بنزود حاجه اسمها اليوريك اسيد اللي هو النقرس. فاحنا ما نحاولش نعلي في البروتين قوي. الجسم الطبيعي بياخد 80 جرام كل يوم. انا ممكن ازود، الجسم هياخد اللي مكفيه وهيخرج بيه في صور الفضلات، بس انا باخد في اليوم 80 جرام ده الطبيعي. الكربوهيدرات زي الفته والرز والحاجات الحلوه اللي بتكون في العيد مش عندي مشكله ان تاكل منها مع البروتين. والدهون، الدهون دي بنحاول نتجنبها، لان اللحمه الحمراء العاديه اللي قدامنا دي بيكون جواها دهون غير الدهون اللي بتكون موجوده اللي على اللحمه نفسها. غير اللي بتكون باينه. اي اكل بناخده بيكون فيه كميه دهون بسيطه. حسب بقى كثافه الدهون اللي احنا بناخدها، احنا بنحاول نقلل في الدهون. فدي الثلاثه الاساسيه اللي احنا هنركز عليهم في الاكل الفتره اللي جايه. ما نحاولش نزود البروتين. النشويات للاسف الجسم بياخد اللي مكفيه وبيخزن الباقي على طول، مش بيطلعه فضلات زي البروتين. والدهون نفس الكلام برضو، الجسم بيخزن الباقي منها. فاحنا لما نيجي ناكل ممكن ناكل قطعه بروتين وطبق مثلا نشويات، طبق مش بقول لك معلقتين، كل طبق اللي يعني يشبعك. يا دكتور طبق، يعني انت بتنصحنا بطبق زي انت تخيله عمرنا ما نسمعه في اي حته ثانيه. رز زي ما انت عايز، بس غالبا العيد بيبقى فته مع اللحمه. طبعا يعني حبيت تشرب شوربه شيل وشها. الشوربه دي كثيفه جدا، لان الشوربه دي يعني شوربه، يعني جبت الطيور او اللحوم وخدت خلصت الدهون وشربتها، البهاريز بتاعتها كلها، بقول لك مش شلت وشها. طب حطها في الثلاجه هتعمل وش تاني. هي من الحاجات اللي هي بتكون دسمه قوي، هي صحيه مغذيه
بس في الرجيم ما تنفعش. لازم يكون معايا طبق سلطه، والسلطه تكون متنوعه على مدار اليوم، واحسن وقت للسلطه هو وقت الغداء. سلطه كل حاجه ممكن احطها، طماطم وخيار وجزر وخس وبقدونس، دي اساسي معانا، واهمهم البقدونس ده بركز عليه جدا في الاكل. بقدونس طبعا يتاكل بكثره، في بعض الناس بيقوم مثلا غليه ويشربه، ده بيزود معدلات الحرق. طيب ما خدوش او خدوه على السلطه برده بيزود معدلات الحرق. مع الكورس بتاعنا، مع الكورسات بتاعتنا اللي احنا نفكر بس الناس دلوقتي بالعرض بتاعنا دي. العرض بتاعنا هو ما فيش حاجه اسمها فردي خلاص، احنا عاملين كورسين بسعر كورس واحد، ارخص كورس في مصر مخليينه دبل مع ثلاث هدايا. نوعين كبسول يا جماعه، الكبسول الاولاني بيكسر لك الدهون، بيفتتها عن طريق ماده البي بي سي وبينزلها عن طريق بولو براز وعن طريق الدوره الدمويه والحرق الطبيعي بتاعنا. الكبسوله الثانيه بتنحت جسمك، عشان دي مشكله بتواجهنا قوي. بعض الناس يقول لك انا بعد انزل بس عندي بطن، بس انا عندي اجناب، بس انا عندي ارداف، بس انا عندي رعاية. دي بتشتغل على المكان في الجسم. طبعا بينحت الجسم نفسه، يفرق معانا يعني. دي حاجه بتشكل كمنظر جمالي او كمنظر تجميلي او النحت. النقط حتى منزلين نقط جديده لاول مره هتنزل، ودي برضو انتاج في دارم جلوبال فاكتوري، دي يعني انتاج المصنع بتاع الشركه نفسه. دي نقط معليين فيها تركيز ال كارانتين جدا والكافيين، عشان الحرق بتاع الناس يبقى اعلى. هو يعني ايه الحرق يعلى؟ يعني الجسم قدرته على امتصاص الاكل وحرقه بتبقى اعلى. ودايما بنحاول نقول للناس مش معنى ان انت بتاكل كتير ان انت ما تخسش، لا، ممكن هي نسبه وتناسب داخل لجسمك قد ايه وخارج منه قد ايه. فانا كل ما اقلل الداخل واخرج الخارج اكتر، يعني الجسم اللي يكون خارج منه اكتر ينزل معايا اسرع. فانا بدخل كتير مثلا او باكل كتير، خلي مجهودك اعلى يعني. دايما حتى لو انا اكل كتير مجهودي يكون عالي، يحرق اللي انا اكلته واحرق من الدهون. بس ما تعاندش نفسك من جنب السكريات، الحاجات اللي بيكون فيها دهون، الحاجات اللي فيها يعني. ساعد مع الكورسات بتاعتنا يعني. احنا عاملين لكم عرض حلو النهارده، فاحنا نساعد مع العروض الجميله. الدكتور هشام مش مخلف جهد وجهد ان هو يعمل لكم عروض وان هو يظبط الدنيا، علشان بس كل اللي مطلوب منكم ان انتوا تتصلوا على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، ارقام فيتارم جلوبال، هي دي الارقام الوحيده بس، ما تاخدوش اي ارقام تانيه من بره. تصلي من دلوقتي على طول عشان تلحقي الهدايا الجميله النهارده. عندنا التلات هدايا النهارده، التلاته هديه زائد الكورس الاساسي بتاعنا عليه كورس تاني هديه، والشحن مجانا والمتابعه مجانا، وعندنا كمان الصفحات على الفيسبوك هينزل لكم دلوقتي، تقدروا تطلبوا عروض النهارده الجميله عن طريق الصفحات. اول صفحه معانا زي ما انتم شايفين كده الكفر بتاع فيتارم جلوبال بالعربي، وعندنا كمان فيتارم جلوبال بالانجلش، وعندنا صفحه تكسيس ورشاقه. دول الثلاث صفحات يا جماعه بتوع فيتارم جلوبال اللي اقدر اطلب النهارده العروض والهدايا الجميله بتاعتنا عن طريقهم، او ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. معلش يا دكتور هتعبك معايا، لو حد لسه فاتح دلوقتي نقول لهم سواء على الثلاث صفحات او الارقام اللي موجوده ايه بالظبط اللي هيوصلني وانا قاعده في مكاني. انت هيوصلك النهارده العرض لغايه الساعه 12 بالليل، هيوصل لك نوعين كبسول، واحد قافل للشهيه وواحد حارق للدهون. هيوصلك نوعين نقط، دول بيعلي معدلات الحرق جدا. بيوصلك كمان نوعين اعشاب، ده بينظف الجسم من السموم وبيحسن وظائف الكبد، شيل الحرق عندنا يالا. وهيوصل لنا فيتامين سي. نركز على حته الهدايا دي. انا بديك هديه، مش بديك هديه خلاص، لا، انا بديك هديه عشان تكمل حاجه انا عاوز اديها لك. بمعنى احنا مثلا فيتامين سي الديلي دوز بتاعها او الجرعه اليوميه 100 ملي جرام، فبديك كيسين، بناخد مثلا الكيس من ده على نص كوبايه ميه، هي ساشت كده وبتقلل وبتشرب. ده باخد 50 ملي الصبحيه و50 ملي بالليل. ده بالنسبه لي اخدت الجرعه بتاعت فيتامين سي اللي الجسم محتاجها في اليوم ده. فبنمشي معاك شويه، فبيعلي لك المناعه بشكل عام وبيعلي الاميونيتي عند الجسم. وبديك اللاكتوفرين. اللاكتوفرين ده المفروض ياخد منه في اليوم من 150 ل 200 ملي. اللاكتوفرين ده اكتر من حاجه، ده حديد وفوليك اسيد وحاجات منشط عين ومحسن للبشره. دي مشكله كبيره، لان العين تسمر، لا ميديا دارة. الشعر بيقع، لا، ما فيش شعر بشر، فيه فوليك اسيد وبيعلي امتصاص الحديد. الاظافر نفس الكلام، بتكون عندنا افضل. الجهاز التنفسي، ودي اهم نقطه بنركز عليها، ان احنا بيحسن الجهاز التنفسي، بيبطن جدار الرئه، وبيخلي اداء الجسم بشكل عام افضل بكتير. فالثلاث هدايا اللي انا بديهم لك دولت مع الايثانول. طبعا الايثانول ده تركيز 70% كحول ايثيل، البيوريتي بتاعته عاليه جدا، النقاء بتاعه عالي، حتى كمان يعني متصنع برائحه الليمون كمان، ان حاجه يعني حلو جدا. عشان كده الناس بتشكر فيه، بقى الناس اللي خدته في الهدايا بيشكروا فيه جدا. يعني احنا بنحاول نكمل، نقول ايه الناقص للناس ونحاول نكمله. بس النهارده فرصه، انا كل ما الناس بتخش على يد
بتستهبل اكتر في الاكل اللي هو انا خلاص بقى هعمل بعد العيد. انا بحاول ان انا احمسه اكتر ومديك ارخص كورس في مصر ومديك دبل عليه ومديك ثلاث هدايا وكمان الشحن مجانا. ابدا بس خسم خد القرار انا عاوز اعمل دايت انا عاوز جسمي ينزل. الاول يقدر على نفسه. دايما بقول للناس اللي ما يقدرش على نفسه ده انسان ضعيف. اقدر على نفسه ده انسان قوي. لازم الاول اوقف نفسي في عادات غلط. مش بتكلم على الاكل لا في عادات غلط. الاكل كل ما يتحط اكل لا ما اكلش. انا خلاص افطرت خلاص اتغديت مره واحده باكل لغايه الاكل ما يخلص. لا انا باكل الاكل لغايه ما اشبع. هي كده كده الكبسوله هتوصلنا للمرحله دي طبيعي غصب عنها. طبيعي. انا بقول لك وتحدي للناس اللي بياخد الكبسوله دي بيعاني من قفل شهيه مش طبيعي. وانا برضو مش عاوز ده يحصل لان لما الاكل بيقل الحرق بيقل. الجسم عندنا بيقف ما بينزلش. الناس تقول لي ازاي ده انا ما باكلش ازاي ان انا ما انزلش. قلت لا ما هو انت قللت معدل الحرق. هو لازم الجسم ده ياكل عشان يشتغل عشان الحرق يزيد عشان الجسم ينزل معايا يبقى اسرع. فبنقول للناس اصحى من النوم الصبحيه افطر خليك في منتجات الالبان زي الزبادي زي اللبن زي الشاي باللبن زي نسكيب اللبن. الناس تقول لي هو الشاي باللبن ونسكيب اللبن بيكون في فايده مثلا في اللبن؟ لا ما فيش فايده فيه. احنا كده بوظناه. طب بنشربه ليه؟ يعني انا حط شاي بلبن قيمه القيمه الغذائيه بتاعت اللبن ما عادش موجوده. لا انا بحوله لمكمل غذائي يفضل في المعده لفترات طويله فيحسسه بالشبع ودخل للجسم سوائل دخل للجسم كالسيوم. لكن الفايده القيمه الغذائيه بتاعته قلت لما خلطته على حاجه. البيض المسلوق قلنا البيض المسلوق ده يفضل ان انا احط عليه سن سمنه او زبده عشان البيض ده بيحتوي على فيتامين اي. لما حاجه اسمها فات سولابل لما نحط له سمنه او زبده وتهرس على النار بيخش للجسم اسرع وبيحسن البشره. ده بالنسبه للفطار الصبحي. طيب كل ده مع الكورس بتاعنا اللي بناخده بانتظام في المواعيد اللي الفريق الطبي هيقول لنا عليه في الفريق. طبعا وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقول لك تاكل ايه. يعني انا مش بسيبها كده وخلاص. وفي فريق متابع بيكون معانا. انا بدي امثله مش هو ده اللي احنا بنمشي عليه. بس انا بقعد اقول لك ممكن يعني تعمل كذا ممكن تعمل كذا ممكن مثلا جبنه ممكن توست الجبنه ممكن ناخد بيض ممكن ناخد زبادي ممكن ناخد مشروبات منتجات البان. كل ده متاح معايا الصبحيه. عاوز تاكل فول ما عنديش مشكله. نفسك بتفتك على الطعميه او الحاجات المقليه ممكن قرصه او اثنين. انت كده مش مانعنا من حاجه. انا بكره الحرمان ما بحبوش. كل اللي انت عاوزه بس ناكل بعقل وما نزودش الكميات اللي احنا بناكلها. وبتساعد نفسك قبل ما بتساعدني. انا نفسي انجح ونفسي تخس. اكيد انت برضه نفسك تخس بالظبط. حتى كمان في الغدا كنا بنقول للناس الاكل بتاعنا لازم يكون الاكل بكميات كويسه سواء بقى اللحوم او النشويات او الخضار او السلطات. كل الكلام ده بيكون موجود معانا في الغدا. واساسي معانا اساسي معانا. طيب ناخد خديجه. يا خديجه اهلا وسهلا. يا خديجه خديجه سامعاني؟ الو ايوه يا دودو. ايوه صباح الخير. صباح الفل. ازيك؟ ازاي حضرتك؟ بخير يا حبيبتي والله الحمد لله. اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي يا خديجه ليكي اي سؤال؟ انا بشكر دكتور هشام بصراحه على الكورس اللي انا اخدته من اسبوعين. تمام. نزلت 7 كيلو. حلو. بس انا واخده الكورس انا ووالدتي. فانا في الاسبوعين دول انا نزلت 7 كيلو ووالدتي نزلت 8 كيلو. ما يعني انا يعني بحييكم جدا ان والدتي اصلا 55 سنه ومريضه ضغط وما بتنزلش بسهوله خالص. ربنا يديها الصحه والعافيه. طبعا فرقوا معاها يا خديجه. طبعا ال 8 كيلو دول فرقوا معاها مش كده؟ اكيد طبعا. يعني كفايه ان هي بتعرف تمشي. وكفايه ان الام العظم دي كلها بجد قلت جدا 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 بعد ما استخدمنا الكورس. طبعا حمل وتشال من على المفاصل وتشال من على العظم فلازم الجسم يبتدي يفوق. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. ميرسي لحضرتك وميرسي لدكتور هشام جدا. تعيشي يا حبيبتي. وكملي بقى يا خديجه. يعني خديجه ووالدتها خدوا الكورس قسموه سوا. خديجه نزلت 7 كيلو ووالدتها نزلت. انا برضه بنوضح للناس حاجه ان اول اسبوع في الدايت الجسم عندي بينخطف مع أدوية قوية مع حاجات بتعلي معدلات زي نديله صدمة كده فبينزل كمية كبيرة. بينزل ممكن 4 5 6. طيب في الأسبوع التاني جسمي بيفوق لي. يعني ما بيكونش بيديني الكميات اللي أنا موجود فيها اللي أنا نزلتها أول مرة فبيديني كميات أقل. فبينزل قد إيه في الأسبوع التاني؟ ممكن 2 أو 3. طب في الأسبوع التالت الجسم يشد معايا أكتر ينزل كمية أكتر ممكن 3 أو 4. الأسبوع الرابع نفس الكلام. فيلاقي نفسه إن هو في الشهر جمعه من 15 ل 20. حلو جدا. حتى بعض الناس بينزل أول أسبوع كمية كبيرة عاوز الأسبوع التاني برضه يبقى نفس الكميه. لا مستحيل. لازم الجسم في اول مره بيجيب كميه كبيره لازم في المره الثانيه او في الاسبوع الثاني اقل شويه اللي هي طبيعي ان هي مكان الريزيستنس او مكان المقاومه اللي هو اتعود على مستوى الاكل والدواء داخله. في الاسبوع الثالث يشد معايا اكتر في الرابع يشد معايا اكتر
فبنقول للناس ان التارجت بتاعنا من 15 ل 20. المهم انا عاوز احفز الناس. يعني دايما بقعد افكر كل يوم ان انا ممكن اعمل جديد، ممكن نقدم لك جديد، مش مجرد ان انا بديك كبسوله تقفل الشهيه وخلاص. الكبسوله دي من جوه لها تركيزات كبيره جدا. حتى النوع الجديد اللي نازل في قفل الشهيه عندنا برضو، احنا منزلين مجموعه جديده سواء في النقط او الاعشاب او الكبسول، منزلين كبسوله بعشب الكوشك. العشب ده بيفضل في المعده اكتر من 22 ساعه، يعني يمكن يفضل مفعوله معايا من النهارده لغايه بكره. طبعا قفل الشهيه بطريقه مستحيله وتحدي. يعني انا بديك ارخص حاجه ودبل، ممكن تقسمه انت وحد جنبك، وبديك كمان 3 هدايا. يعني العرض ده عباره عن 9 هدايا بيجوا لك، نوعين كبسول ونوعين نقط ونوعين اعشاب و3 هدايا معاك، والشحن مجانا، وارخص كورس في مصر. خصوا بقى يعني بس يعني ايه المطلوب يتعمل تاني اكتر من كده؟ كل اللي هيبقى مطلوب منكم يا جماعه ان انتوا بس تتصلوا على التليفون. يعني الكورس الاساسي اللي عليه كل الهدايا دي اولا ثمنه قليل جدا جدا، اتصلوا اسالوا على الثمن وهتعرفوا في المقابل سعر الكورس الواحد بيجي لكم كمان عليه كورس هديه، وكمان بيجي لكم 3 هدايا كمان مجانيه، زائد الشحن مجانا، زائد المتابعه كمان مجانا. وانتوا عارفين يعني ايه متابعه مجانا، وتوفر عليكم قد 7 ل 10 كل يوم. نقول للناس ان وقت الحلقه سامحونا ما بنعرفش نتابع مع الناس اللي بتعمل مننا قدرات جديده، فانا بنقول للناس ان احنا هنخلينا بالليل من 7 ل 10 كل يوم. دي المتابعه، ناس معاك وانت بتتابع، يا ناس بتتابع عندي، ناس بتتابع كل اسبوع، ناس من كل 10 ايام، ناس كل اسبوعين، حسب راحه الشخص في طريقه المتابعه بتكون ازاي، بيمشي وهو بيكون حافظ ماشي ازاي. وبينزل لك برامج اكل، مش برامج ريجيم، لا برامج اكل، يعني بقول لك انت عاوز تاكل ايه، بتحب تاكل ايه، كل كذا كل كذا. انا بعض الناس بيقول يا مدمن شوكولاته، بديله شوكولاته غصب عنه عشان افضل محافظ على مود بتاعه. معقوله بتخليه ياكل شوكولاته؟ طبعا طبعا. لازم افضل محافظ على موده كويس، لان الكافيين بشكل عام لو قل عند بعض الستات بالذات غير الرجاله يعمل لها اكتئاب، خليها ما تاكلش. ولو انا قلت لها انت محرومه من دي تحس باكتئاب نفسي، وتحس ان هي نفسها فيها اكتر من غير ما اقول لها. دايما ممنوع مرغوب، ممنوع مرغوب لا فعلا. كل اللي انت عاوزاه وبتحداكي ومش هتعرفي تاكلي، وانا حتى لو كلتي وكسبت على نفسك مش هتقدري تكملي. بس انا برضو مش عاوز امنع، انا دايما تلاقيني بتكلم معاكي بقول الناس ما تمنعش، ثقه جدا في المنتجات اللي انا بديها لك. انا بديك اقوى حاجه هنا، اقوى حاجه على مستوى العالم كله مش مصر بس، اقوى حاجه بديها لك في التخسيس. فدي اللي انا هديها لك، عارف ان هي هتقفل لك الشهيه، فانت تساعدني تاكل برضو وجبه كل 6 ساعات، ما تسيبش نفسك مع عدم الاكل. تمام، اشكرك يا دكتور، شرفتني، وبشكرك على التزامك واحترامك لجمهورنا اللي بيبقى قاعد منتظر حضرتك ومنتظر حلقاتك. يعني على الرغم من الظرف الصعب اللي الدكتور مر بيه من الفجر فجأة، لكن بيحترم جمهوره، بيحترم الناس اللي وثقت فيه وبتستنى العروض اللي بيجي بيها، وخصوصا واحنا داخلين على فترة موسم أكل. يعني العيد الكبير ده هنسميه موسم أكل، هنكون فرحانين بالناس. يعني الحاجة الخاسة دي قالت لي كلمة عرفت اتحرك، دي لوحدها حاجة حلوة كبيرة طبعا. الناس اللي بتكلمنا على الهواء دي كلها يا جماعة حالات حقيقية وخاسة معانا، وانتوا ممكن تكونوا معانا انتوا كمان ان شاء الله في المستقبل. أشكرك يا دكتور، شرفتني، أشكركم على متابعتكم الكريمة، وأشوفكم على خير بكرة إن شاء الله في وصفات أحلى وأحلى. ومن النهاردة لبكرة هسيبكم في رعاية الله.